السلام عليكم، مرحبا بكم. انا منتصر وانتم على قناه اوبتيمو غاسترو ار. اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله كنقولوا لها سيتوان بين الطواجن. هاد بين الطواجن كنعملوا فيها دجاج وكنعملوا معاه السقوط ديالو، يعني الكبدايه والقنصه والمعده وداك الاحشاء ديالو البويطات وداك الشيء. ناخذ الدجاج بلدي معاه واحد البصيله باش غادي نعرقوه، وناخذوا هاد القنيصات وهاد الكبيدات وهادشي اللي عندنا، وغادي ناخذوا قزبر ومعدنوس والبصله هادو باش غنطيبوهم بوحدهم كامله. اخرى العطريه كنكتفيو بالخرقوم والابزار والقرفه ضروريه، كنطيبوه بالسمن ماشي بالزيت والملحه. نفس الاقامه غادي نعملوها حتى هي مع الدجاج، وغادي يكون عندنا الزيتون والليمه باش غنضيفوهم في اخر المطهى. بعد ما غادي نعملو هاد اللحم في الطنجرة، غادي نقصو عليها البصلة و كيف كتشوفو نقصو عليها البصلة، غادي نحكوها في السكرفج، غادي نعملو الملحة والإبزار والخرقوم والقرفة، ما ننساوش القرفة ضرورية والسمن حتى هي. نعرقوا الطنجره ديالنا على العافيه مزيان، وكيف كنذكركم ما كاينش الزيت نهائيا، ديك شويه السمينه كنصبروا معها حتى كتتعرق. بالاضافه اننا غنطيبوها ماشي في الطنجره ساعه، يعني ماشي في الكوكوت، غادي نعمروها بالماء ونخليوها تطيب شويه عاد المدانه. علاش؟ دائما اذا كان عندكم الوقت الحاجه من الاحسن تطيب على نار مهيله باش كتخرج بنا البنه ديالها كلشي. غادي نغطيوها بغطاها ولكن ما نسدوش وما نخليوهاش تفشفش، وغادي نمشيو نهيئو البصله. بعد ما قصصناها غنعملو معاها المعدنوس والقزبر والاقامه اللي هي الابزار والخرقوم والقرفه والملح والسمن كذلك. غادي نعرقوهم ونخليوهم يتسخسخو، يعني حتى يرتاحوا مزيان تلقوا الميه ديالهم وحنحسوا بهم بانهم ترخاو، عاد غادي نمرقوهم. غادي نعملوا لهم الماء الكافي وغنخليهم شويه د الوقت حتى يتهيئوا على القاعده، ومن بعد غنقطعوا. غنكون حنا قطعنا داك الاقامه داك السقوط ديال الدجاج صغار مع الليمه صغيره، وغنضيفوهم هذيك البصله اللي كملات بالطياب في انتظار يطيب الدجاج يكمل بالطياب. ساعة اللي يطيب الدجاج مزيان غادي نضيفو هاد الخليط، هاد اللي هي انا هذا هي باش غادي نخضرو داك الدجاج. هو الدجاج غادي نعملوه بالاحشاء ديالو. اذا بعد ما وجدت وبعد ما وجدت اللحم طابت مزيان غادي نفرغوا الدجاج ديالنا. هادي اكله كتبقى حتى في المناسبات وفي الافراح وداكشي، وانتم كتشوفوا كنقدموها بالزويتنات في اخر المطهى. تبارك الله عليكم، كنتمنى تعجبكم الاكله، والى اللقاء فيديوهات اخرى ان شاء الله.